سيداتي أنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بغذاء المتقين من الذكر الحكيم الذي ينفع الناس باستنقاذهم من الضلالة إلى الهدى وإرشادهم إلى الحق. وبفضل أهل الذكر من العلماء يزداد المسلم فضلا وشرفا، وممن اختصهم الله بفضله من هؤلاء العلماء يتجدد لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. الاقتصاد في الطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فضيلة الشيخ، ما المراد من قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ ما هو اليسر وما هو العسر؟ اليسر هو أن تستقبل النفس الحدث من بساط، والعسر أن تستقبل النفس الحدث بمشقة. الله الذي كلفنا ودنا أوامر افعل كذا ولا تفعل كذا، نجده لما أكون مسافر والمسافر السفر يخرجني عن عادتي، أنا اللي بيت برتاح فيه ومش عارف إيه وما حاجاتي مقضية، لكن السفر لا، يقوم يعمل إيه؟ يقول لك الصلاة اللي هي يعني كده يقصرها، وإن كان صيام يقول له طب افطر. الله، يبقى لا يريد الله عيناتنا، بدليل ان هو لما يلاقي حته هيدخل فيها اعانات هو اللي يخفف من عنده. ما دام بيخفف من عنده يبقى الله يريد بنا اليسر، مش هو بيكلفنا عشان يكلبشنا، لا، هو بيكلفنا عشان يوسع ارزاقنا في الاخره ويوسع يعني رزقنا في الدنيا من حد. لكن الحق سبحانه وتعالى اذا راى ان الشيء فيه مشقه هو من نفسه يخفف هذه المشقه، وما دام يخفف هذه المشقه يبقى يريد الحق بنا الايه؟ اليسر، ولا يريد من العسر، فلا يكلف نفسا الا ما اتاها ولا يكلف نفسا الا ما استطاعت. فاذا لم يكن ما اتاها ما يكلفوش، يعني مثلا اللي ما عندوش ما يقولوش حج، اللي ما عندوش ما يقولوش زكي ابدا. ليه؟ لانه يريد بنا الايه؟ يريد بنا اليسر. لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ وسعها، او الا ما اتاها. وبعد ذلك نيجي نجد مثلا واحد عايز يحج ما عندوش، تجد اللي بيهتفتوا على الحج اللي ربنا اعفاهم من الحج ويحتال ويقعد يدبر ويجوع نفسه عشان يروح ايه؟ علشان يروح يحج. هو ما طلبش منه ربنا هذا، انما ايه؟ دي استجابه لمين؟ ان الله قال لسيدنا ابراهيم واذن في الناس بالحج، مش قال يعني لما تأذن ما يقول، قال يأتوك، مجرد أذنك يأتوك، حتى غير المستطيع يتكلف له ويروح إيه؟ وهو الركن الوحيد اللي الناس تدخل فيه من غير تكليف الإيه؟ من غير تكليف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل سورة ألم نشرح لك صدرك إلى آخره، قال إن مع العسر يسر، مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. النبي قال لن يغلب عسر يسرى إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. رسول الله بلغ من الله، ومطلوب منه فقط أن يبلغ ما بعثه الله به إلى عباد الله، ما طلبش منه بقى إن هو يحملهم على أنهم مؤمنين. لكن النبي كان بيتكلم دي وعايز ويقعد مش عارف يعمل إيه ويعمل إيه، ولذلك يقول له لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت، أنا لو عايزهم مهديين ما حدش يقدر يحصل، طب ما أنا خلقت الملائكة ما حدش يقدر يحصل، إنما أنا عايز أشوف مين اللي جاني عن طريق مختار وجاني، هذه المسألة، وأنت مش مكلف بأنك لست عليهم بمسيطر.
ليس عليك هداهم. دي راحة للنبي، راحة للنبي، يعني يقول ما تتعبش نفسك انت بس عليك البلاغ، لكن محمد العشقين المهمة عايز الناس كلها، عايز الناس كلها ايه تؤمن. قال له لا، فلما يقول له لا معناها رحمة به ولا مش رحمة. وكل عتاب لرسول الله في القرآن الناس بتفتكر ان هو ده كلام عن خطأ، ده هو عتاب الرحمة له. هو مثلا مسألة ابن أم مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، واحد أعمى جاي له بيسأله شوية في الدين، وصناديق قريش قاعد عمال يهديه، يقوم ينصرف عن الأعمى ويروح لصناديق قريش، قال له الله جاي لك واحد مهدي جاهز ويسألك عن دينك سهلة، وتسيبهم وتروح للصناديق وتقنع فيهم اللي هم مش هيستفيدوا مش هيسمعوا لك وتتعب نفسك ليه؟ يبقى ده عتب عليه أم عتب له؟ عتب لصالحه. زي ما تشوف ابنك عمال يذاكر طول الليل ويعنيه لحد يقول له انت هتقعد تذاكر طول، قوم يا ريح نفسك. الله بتعتب عليه مش تعتب عليه لانه عمل حاجه، لانه عمل فوق المطلوب. نعم. الاعتقاد في اليوم الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ما هي حاجتنا إلى الإيمان بعقيدة اليوم الآخر؟ الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا خلقت الإنسان. اوعوا تفتكروا أني خلقت الإنسان كده خلق على كده يعني بس وخلق لغير غاية. سدى يعني لغير غاية، زي ما بيقول بعض الشيء ما خلقنا السماوات والأرض وبينهما باطلة، ما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إيه وما لاعبين. المسألة مرسومة بجد بطريق مرسوم بغاية. طيب لما أنا رسمها بجد وطريق غاية، هل يسن الإنسان أنني خلقته كده وسبته، إدته النعم دي كلها وسبته أنا؟ لا، ده أنا لازم أبتليه بالتكاليف، فمن صبر على هذه التكاليف أعطيه جنة خالدة خلودا أبدية بحيث لا يتعب ولا يشقى ولا يعمل أي حاجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أيوة. ما هي فائدة الاعتقاد هنا باليوم الآخر؟ ده أنا لما أكون بعمل حتى في الدنيا ومحطوط علي جواسيس من الحاكم، أقاف للجواسيس ينقلوا من أنا لعبت وبس ما عملتش أي حاجة. فلكن إذا عرفت أن ربي قيوم وأن ربي يرى فعلي ويسمع قولي، ومش بس كده فانتظية، لا وحيرجع لي أحاسبه علي، يبقى اللي يعتقد ديا يخاف ان الموت يجي له ولهش داري، فاحذر ان تموت وانت على معصيه. لا ما تعرفش الموت ده، ولذلك الموت ربنا درى وقته ليه؟ قال لك الابهام في وقته هي عين البيان له، لان لو كنت حددت وقته يمكن واحد يقعد عاصي كده ويقول لك لما نقرب بقى من ال، انما لما انتظر الموت في اي لحظه اخاف انه يجيني الان، ومش ضروري مرض، فيه مات حد في الانف، فيه موت بسبب مع الغير، واحد يقتلني، واحد حجر يقع علي، عربيه تصدمني، انا متوقع الموت في اي لحظه. ما دام متوقع الموت في اي لحظه هموت بس وخلاص كده؟ قال لك لا، انا هرجع للي قال لي اعمل كده ولا عملتش. يبقى ما دام عارف انه قيوم وان انا هرجع له إن كنتم تعتقدون. أما في الأولى فيقول الله إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. أنت تقدر تسلم من واحد وعين عينك كده؟ ما تقدرش. إيش معنى أنا يعني اللي هتعملوا هيك كده؟ وبعدين
هترجعوا لي، مش انت فلتت مني ما دام هترجع لي. ولذلك لما سأل رجل قال له فيما أفنيت عمرك، انت بيسأل حاتم الأصم انت أفنيت عمرك فيه؟ قال في أربعة أشياء: علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصيه، وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به، وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به، وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته، بادرته بالعمل ما دام هذا هيجيني أبادره بالإيه بالعمل. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفه، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.